جربت قبل كده تشتري اونلاين ولا لا؟ واحكي لي تجربتك معاه. في الحقيقه انا جربت واشتريت بلاي ستيشن. جربت اشتري اونلاين بس جربت الفوت وير بس، ممكن موبايلات، تلفزيونات، لان دي حاجات بتبقى مضمونه، يعني انت عارفه ان هي مش شركه يعني. لكن مثلا لو هشتري ملابس او اشتري اي حاجه ممكن الخامه ما تكونش معروفه، بس الالكترونيات متهيألي هتبقى مصدر ثقه اكتر. يعني الحاجات اللي هي اللي بلاش في المحلات هي دي اللي انا بشتريها اونلاين، مثلا حاجات رياضيه اللي هي تبع الجيم والحاجات ديت، فبفضل اشتريها اونلاين لان هي ما بتبقاش قريبه مني او بلاش في المحلات. قبل كده كنت اشتريت مثلا برواز معين كده انا ما كنتش عارفه اجيبه منين. اكيد مش لبس، ممكن في حاجه البيت يعني، ممكن حاجات في المطبخ، ممكن مثلا لبس يعني، ده احسن حاجه. انا عامه عن نفسي بحب اشتري يعني محلات وكده، عشان اونلاين ساعات بيطلع خامه غير الخامه وتطلع حاجه تانية، يعني يبقى منظر شكل بس كده. محلات اضمن طبعا، الاونلاين مشاكله كتيره جدا. كانت تجربتك عامله ازاي؟ كانت فاشله جدا، اولا ما جاش على مقاسي، ثانيا الصوره كانت حاجه والبضاعه كانت حاجه تاني. كانت لطيفه، كانت كويسه جدا، وحاجات وصلت في ميعادها وكده. اوفر على الاقل فلوس الشحن اللي انا ب 60 جنيه و 50 جنيه، طب ما انا انزل اركب ب 20 جنيه واجيبها وخلاص. وعلى قد ما هو كويس على قد ما انا لقيت فيه مشاكل. طلبت فستان بس ما كانش فستان خالص. كان جرابيه تيتا تقريبا، يعني كان حاجه كده ما لهاش علاقه بالدريسز. الحقيقه لا، بس لسه صاحبتي بتشتري كل حاجاتها اونلاين، بس ماشيه معاها الدنيا تمام يعني. في حاجات كده من الحاجات اللي بحب اتكلم عليها، عشان بصراحه ببقى غيران ان احنا متاخرين قوي فيها. التجاره الالكترونيه لما بنيجي نبص على بلاد بره، طفره رهيبه، طفره رهيبه. وخلي بال حضراتكم التجاره الالكترونيه هنا مش انه الواحد بيشتري لبس وخلاص، لا، ده حاجات كتير جدا، ما بين حجز تذاكر سفر، ما بين حجز فنادق، بي تو بي كمان، بزنس تو بزنس، يعني تعاقدات بتحصل من مواقع، في مواقع كبيره جدا، منهم موقع صيني علي بابا يعني مش اعلان، امازون وغيرهم. فغير البي تو سي او البيزنس تو كاستمر، الشركه للمستهلك. بس من ضمن الحاجات اللي حضراتكم سمعتوها ودي اللي احنا محتاجين في مصر نشتغل عليها، السيده الفاضله اللي قالت انا اشتريت فستان بس طلع مش كويس، يعني في حاجه مش مظبوطه، دي كارثه، كارثه. طب المواقع الكبيره بتعمل ايه؟ المواقع الكبيرة جزء رئيسي من اهتمامها ويمكن يبقى أكبر من البيع هو خدمة ما بعد البيع. يعني واحد من المواقع الكبيرة دي بدون ذكر اسمه بقى، في مرة من المرات أنا اشتريت منه حاجة باظت، يعني فيها حاجة بايظة، فبعت الموقع أنا اشتريت كذا وحصل كذا. إيه اللي حصل منهم؟ بعتوا خدوا اللي بايظ وجابوا لي البديل ورجعوا لي الفلوس. أنا طبعا انبهرت، فده بيخليك بعد كده تقول أنا هشتري وأنا مطمن. هنا بقى التلاعب اللي بيحصل، ان تلاقي حاجه مضروبه مبعوته مش عارف ايه، خدمه ما بعد البيع. على فكره في التجاره الالكترونيه او التجاره العاديه او في الخدمات اللي بتقدم، خدمه ما بعد البيع هي دي اللي بتدي عنصر الثقه للمستهلك، فبالتالي بتعظم من التجاره او الخدمه اللي بتقدم. لما بنيجي نبص على مستوى العالم مع كورونا طبعا المعدلات زادت، يعني مثلا موقع زي امازون، جاب بيزوس اللي هو صاحب الموقع بيقول انه المبيعات اللي اتعملت والربح العائد اللي حققه في 2020 كان مخطط ليه على سنوات، اهو جه كورونا مش عارف ايه المبيعات زادت بشكل كبير جدا. لو جيتوا حضراتكم بصيتوا على الرسم البياني التالي هتشوفوا معدلات الزياده في حجم التجاره الالكترونيه ده على مستوى العالم. التجاره الالكترونيه دي في 2013 كانت تحديدا تجارة التجزئة يعني تقدر بحجمها حوالي 2.3 تريليون دولار، ده امتى؟ 2013. 2017 وصلت ل 3.3 تريليون دولار، عفوا معلش انا اسف على الارقام الغلط اللي انا قلتها. 2013 كانت 1.2 تريليون دولار، 2017 وصلت ل 2.3 تريليون دولار، 2019 يعني قبل كورونا بقت 3.3، 2020 انا متوقع ان هي زادت اكتر طبعا، ويمكن الرسوم البيانيه اللي موجوده قدام حضراتكم بتوضح كمان التوقعات بالنسبه للفتره القادمه. اذا التجاره الالكترونيه وتجاره التجزئه الالكترونيه معدلات الزياده فيها لازم تلفت انتباه اي حد بيشتغل في مجال التجاره انه لازم يبقى موجود على الشبكه دي. وخدمه ما بعد البيع هي اللي بتعزز من الثقه في هذا القطاع. طيب على مستوى مصر
حصل زيادة؟ حصل زيادة بس مش بالنسب اللي احنا بنشوفها. يعني شوفوا حضراتكم 3.3 تريليون دولار ده الحجم الكلي على مستوى العالم في 2019. عارفين منهم أمريكا والصين قد إيه؟ أمريكا والصين مع بعض كده بنتكلم على تقريبا 2.5 تريليون لوحدهم. طبعا لأن الصين جزء كبير من المحققات في الرقم من الرقم ده عشان هي بتصدر بكميات كبيرة جدا. الصين ما أكتر التعاقدات اللي بتتم أونلاين، لا بتكلم شركة بالتليفون ولا بتقابلهم ولا فاكس بقى زي زمان ولا الحاجات دي. تبعت للشركة أنا عايز كذا 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 كذا، التواصل بيحصل عن طريق الإلكترونيا والحاجة بتوصل، وممكن بقاش في تواصل تخش تعمل الأوردر ويجيلك على طول. شرحه موقع أمازون في أمريكا. طب إحنا فين من ده؟ ليه يعني مش وخلي بال حضراتكم برضو لو جينا بنتكلم على الأرقام المصرية الرسمية أدعي بأنه في جزء كبير غير رسمي مش متشاف. يعني ما أكتر الصفحات الموجودة على فيسبوك وإنستجرام اللي عليها بيع وشراء إلكترونيا بس مش متشاف على في قاعدة البيانات. إلى أي مدى الموضوع ده محطوط في الاعتبار؟ طب إزاي اللي عنده تجارة النهاردة يقدر يخش في هذا العالم ويعمل إيه عشان يكتسب ثقة المتعاملين معاه؟ لحد دلوقتي في ناس كتير ما بتبقاش واثقة في الشراء الإلكتروني لعدد من المنتجات من مواقع الموجودة في مصر. في هذا الإطار يسعدنا أن نرحب بالدكتور أحمد منصور الخبير المصرفي في قطاع التكنولوجيا المالية. دكتور أحمد مساء الخير. أهلا، مساء النور يا فندم. إزاي صحة حضرتك؟ إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله. دكتور، يعني لو جينا بصينا على سرعات العالم وسرعاتنا في مصر فيما يخص التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة سواء بي تو بي أو بي تو سي، إحنا متأخرين قد إيه؟ طيب خلينا بس نقول الأول إن إحنا يعني إحنا مش متأخرين أوي الفترة اللي فاتت، خاصة بعد جائحة الكورونا اللي حصل نمو في التجارة الإلكترونية يمكن تتراوح حوالي من 300-500% يعني في مقدار المبالغ اللي دلوقتي بتتداول عبر الإنترنت حوالي 2 مليار دولار. فده رقم يعني نعتبر حجم السوق كده للتجارة الإلكترونية في مصر حوالي 40 مليار جنيه أو في حدود هذا المبلغ. ده في 2020؟ ده في 2020. طب لو قارنا مثلا يعني 2016؟ لا طبعا في زيادة، انا بقول لك هي زيادة حوالي 300% يمكن عن 300% الفترات السابقة. فده رقم كبير يعني. النهاردة احنا بنتكلم في نسبة 70% تقريبا بيستخدموا الانترنت في التجارة الالكترونية. حتى اخر الاحصائيات اللي لسه يمكن صادرة من حوالي اسبوع بس بتتكلم عن كجلوبالي بقى او عالمي كده ككل، ودي انا هقول لك بعض الارقام منها دلوقتي. بس احد الارقام المهمه مثلا ان 46% من مستخدمي الانترنت في مصر وعددهم 57 مليون بيستخدموا وسائل السوشيال ميديا او اللي هي التواصل الاجتماعي في غرض التجاره والعمل. هل الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتشمل عدد يعني من الصفحات اللي موجوده سواء على فيسبوك او انستغرام او غيرهم بالزبط وبيبيعوا؟ بالظبط بتشملها. النهارده عندك انت النهارده مصر مصنفه التاسع عالميا في الفيسبوك ادفرتايزنج ريتش، يعني اعلانات فيسبوك، اعلانات الفيسبوك اللي بتصل الى المواطنين. فمصر مركزها التاسع في اكتر من 45 مليون مستخدم للفيسبوك بتصلوا اعلانات الفيسبوك في مصر. لما نيجي بقى نبص على جلوبالي او عالميا كده الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، فهنلاقي الاتي في اخر الاحصائيات زي ما بقول لك اللي هي لسه صادره في 2021 بتقول ان مثلا الترافل او اللي هي السفر وكل تبعيات السفر من حجز الطيران وخلافه، فالحجم المدفوعات او حجم التجاره الالكترونيه اللي تمت فيه كانت حوالي 593 مليار دولار ودي بنسبه انخفاض 51% عن ما قبل. طبعا عشان حركه السفر يعني عشان حركه السفر متاثره. بالظبط. نيجي مثلا نبص نلاقي حاجه تانية زادت زي الفاشن او اللي هي الموضه واللبس والازياء ومواد التجميل وهكذا. فدي النهارده وصلت 665 مليار دولار كتجاره، كحجم تجاره عالميا. بزياده حوالي 27% عن العام اللي هو 2019. بنلاقي التجارة الإلكترونية أو التجارة في الإلكترونيات أو شراء الأجهزة أو المحمول أو كذا بقت 500 مليار بزيادة 18%. حاجة مهمة بقى اللي هي الفود، الأكل، الأكل أو التعامل مع السوبر ماركتس والكلام ده كله عن طريق الأونلاين
زاد بقى 413 مليار بزيادة 41%. طبعا منطقي، لأن الناس قاعدة في البيت دلوقتي في social distance، مش عايزين اختراط كذا وكذا، فبدأت الناس تزود الاستخدامات أو كذا. طيب معاك إن في انا اسف اتفضل. لا انا بس كان سؤالي الطبيعي، يعني احنا برضو يعني لو عدنا المعدلات زادت بس لسه في مساحه اكبر، وهنا في تخوف من الطرفين، تخوف من البعض، بعض اصحاب الاعمال اللي مش عارفين ازاي يخترقوا هذا العالم، وتخوف من بعض المواطنين المستهلكين، ازمه الثقه اللي ممكن تكون موجوده بحكم تجربه حتى حصلت، سواء يعني تجربه شخصيه او تجربه من معارف، ان اشتروا حاجه اونلاين وطلعت مش قد كده. ازاي نعزز عندنا هذا المجال، لانه بيوفر طاقه ويوفر فلوس، يعني بيوفر حاجات كتير جدا وبيبقى بيسهل على الناس كلها اكتر. خلينا نقسم السؤال ده الاول، هرد على الجزء الاولاني من السؤال، فكره ان احنا هل لسه عندنا مساحه كبيره للاستفاده من التجاره الالكترونيه. فانا هقول لك رقم بسيط جدا، ان عالميا الانيوال سبنت او اللي هو الصرف بالنسبه للشخص عالميا بيصرف حوالي 700 دولار سنويا على الشراء عبر عن طريق التجاره الالكترونيه. في مصر احنا بنتكلم في 72 دولار او 70 دولار 79 دولار اساسا، فده رقم فرق كبير جدا، يعني تقريبا احنا 10% من حجم الـ او الافريج للشخص الطبيعي في العالم. فده معناه ان احنا لسه عندنا جاب. طب الجاب دي سببها ايه، او الفجوه اللي حاصله دي سببها ايه؟ اكشلي حاجتين. اولا لان خلي بالك ان في محل احنا كشعب بنحب ان احنا نتفوق عن طريق الـ يعني الارتياد في الاماكن، ان احنا نروح المولات ونشتري ونروح نتفرج ونقيس ونعمل وكذا وكذا. فاحنا بنحب الفرجه الطبيعيه للحاجه اصلا. الحاجه الثانيه ان كان معظم المحلات اللي هي الرئيسيه او المحلات الشراء الطبيعيه اللي احنا بنشتري منها ما كانش ليها مواقع. ومنصات للبيع الرسمي. صحيح. يعني دلوقتي بقيت كل محل تلاقيه مثلا معلق اليافطه بتاعته، ان هو يقول لك خش اونلاين بقى اشتري حاجتك من عندي. مزبوط. من على الاونلاين بلاتفورم او من على الاونلاين المنصه بتاعتي يعني. لكن ايه اللي متاح بقى للناس؟ فبدات تكتسب منه النيجاتيف او اللي هي الفكرة السيئة من الشراء الإلكتروني، إن الناس بتخش على صفحات موجودة على الفيسبوك بتبيع منتجات ممكن قد تكون ما هياش الأوريجينال أو الأصلية أو ما هياش بالشكل الصحيح. ما هو خلي بقى حاجة برضو يا دكتور، يعني ما احنا ما عندناش برضو يعني عدد من المواقع اللي بنلاقي عليها كل شيء متاح. والله هي المواقع موجودة عالميا حتى، يعني انت زي ما انت قلت ما عالميا ده بتلاقي عليه من الإبرة للصاروخ، احنا عندنا الموضوع مش كده. بس انت الفكره نفسها لو انت ابتديت ان انت تراجعها هتلاقي ان المواقع العالميه بتعمل ايه. انت لما بتيجي زي ما انت قلت بالظبط في المثال اللي انت اثرته، انت بتشتري مثلا، لو نفترض مثلا جاكيت ولا حاجه، بتخش على امازون او بتخش على اي موقع من مواقع الشراء، فبتبص تلاقي الاتي حاطط لك المقاسات، يعني مقاس الكتف، مقاس الايد، مقاس الارتفاع، مش كل عارف التفاصيل. ايه العرض، كل التفاصيل اللي هي حتى انت لو في محل مش هتبقى عارفها. لكن ده ليه؟ علشان يستبدل لك فكره ان انت بتقيس مثلا الحاجه وانت واقف. فده في حد ذاته احنا بنشوف بقى الحاجه اللي هي ايه، زي ما بيقولوا كده على صفحات الفيسبوك، ايه ده شكلها حلو ورخيصه وجميله فيلا نخش نشتريها، فنفاجئ بان الحاجه جايه فيها مشكله. لكن عندنا مواقع الكترونيه دلوقتي في مصر، منصات للتجاره الالكترونيه محترمه جدا. وعندها السياسه اللي انت بتقول عليها، لو في اي مشكله طبعا بتكلم خدمه العملاء بتاعت المنصات دي او المواقع التجاريه دي، تقول لهم الحاجه مش عجباني بيرجع ياخدها منك تاني. صحيح. لا وبيدوا فرصه كمان، انه لو موضوع لبس انه بيدوا مهله مش عارف كام يوم عشان تقيس الحاجه، لو ما ظبطتش ترجع، او لو ما عجبتكش ترجعها. مظبوط. هو محتاجه بقى بعض الريجوليشنز للصفحات والكلام ده، لكن هي الفكره برضو ان دخول مواقع التواصل الاجتماعي لمساحات الماركت بليس او اللي هي التسوق اللي عندها الكبيره، فتحت مجال كبير ان ناس بقت بتخش تتاجر وما هياش خاضعه للمظله الرقابيه زي ما انت صحيح بتقول. صحيح. وده صعب شويه، لكن بدات على فكره الفتره اللي فاتت في مصر تبدا تبقى في قواعد منظمه لهذا الشان، ومراجعات من الصفحات اللي موجوده وانتاجياتها ايه وشكلها ايه والى اخره. تمام. لكن طبعا لسه قدامنا مساحه من ده، ونتمنى ان احنا المساحه دي يعني الفجوه دي يعني تتقلص خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد منصور الخبير المصرفي في قطاع التكنولوجيا الماليه. الحقيقه يعني اللي قاله برضو دكتور احمد ده موضوع يتحط في الاعتبار، ودي نصيحه لحضراتكم جميعا، هتخش على اي صفحه على فيسبوك او على انستجرام ما تعرفش مين اللي وراها، دي شركه ولا مش شركه ولا ايه موقفها، جبت حاجه طلعت مضروبه، جهاز حمايه المستهلك تقريبا مش هيعرف يعمل لك حاجه، لانه في الاغلب كمان ناس كتير بتشتري لا في فاتوره ولا في دليل ولا في اي شيء.
انما المواقع الموضوع بيبقى مختلف. وفي احدى المواقع يعني حد اشترى منها حاجه من فتره في مصر وطلعت فيشنج وجاي يرجعها كلمه من هنا على كلمه من هنا، حصل اختلاف مش راجع خلاص مش عارف ايه، راح لجهاز حمايه المستهلك جاب له حقه. فده بس نصيحه لحضراتكم، عدم التعامل مع اي سلعه مجهوله المصدر الكترونيا او حتى في السوق. اي سلعه مجهوله المصدر ومعكش فاتوره خسرت حقك. اي سلعه معلومه المصدر ومعاك الفاتوره تقدر تاخد حقك، حتى لو يعني المفروض يديلك حقك مش راضي الشركه اللي انت جبت منها. جهاز حمايه المستهلك هنا يقدر يساعدك في هذا الامر، وده حصل خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير.